بعد أكو محطات مهمة تتعلق بفترة وجودك في بريطانيا على الصعيد الشخصي، قبل ما نتكلم عن بداية عملك السياسي أكثر، ولا هو كان عمل إعلامي أكثر؟ بالبداية اللقاء بالشخصيات السياسية والكتابة في وسائل الإعلام العراقية وليس العربية، وبعدني الآن ما معروفة. إيش كذا خذ منك الموضوع، موضوع التعارف أو تعريف نفسك للشخصيات العراقية، إضافة إلى كتاباتك في الصحافة العراقية المعارضة؟ سنة فنتكلم إحنا تقريبا سنة 93 كلها، سنة 93 كلها إلى أن دخلنا بال 94. بالمناسبة كان أكو أيضا هنا استغليت الظروف في بعض قراءة الكتب الممنوعة اللي ما دخلت للعراق. أحكي لك سالفة سريعة جدا بس حلوة. مرة حكيت لك أنا وكيل تقريبا أصحاب المكتبات في شارع المتنبي، وهو الشارع الأشهر في العراق. ليش؟ لأنه عبد الحسن الراضي صاحب دار التربية، وكنت أنا وكيل العام. ومرة قلت لك أنه مراد يجي إلى الكويت أثناء الغزو، وحجزنا بفندق ساس 3 أيام وطائرة، ومنعته أنا لإبرام صفقة تجارية. قلت له الكويت الآن غازيها صدام، وعيب نروح نشوف الشعب الكويتي بهالطريقة هاي، وأنت تريد تروح تاجر، حكيت لك عنه. فكان عنده دعاوى ويا الدار الوطنية. الدار الوطنية مؤسسة حكومية اللي تزود أصحاب المكتبات بالكتب، تستورد هي كتب وتزودهم وكذا، فعنده دعاوى. فأنا وكيل العام، كل أصحاب المكتبات الأخرى، مكتبة التحرير غيرها كذا، صرت أنا وكيلهم، لأن أنا أصلا ضد الدولة، فأترافع بالقضايا اللي الدولة تطالبهم بفلوس وما أعرف شنو، فوكيلهم. مرة من المرات أحد الأصدقاء توفى الله يرحمه من أصحاب المكتبات في شارع المتنبي، اسمه فاضل الخباز، وهذا الكلام عام 90، كان رايح زائر لندن عام 90 وراجع. فمن رجع قعدنا أنا وياه وعبد الحسن الراضي، قلت له عمي فاضل شنو أخبار لندن الشفت؟ قال لي خلي أسولف لك هاي السالفة، اسمع هاي السالفة. قال جاي أمشي بالأجور رود وأسمع اثنين أمامي عراقيين يحجون، يقول له يا أخي هذا الكتاب والله مرعب، عجيب هذا الكتاب. ذاك قال له اسكت يا معود، أخاف واحد من جماعة الصدام يروح يسمعنا. هاي الكلام سنة 90، وين؟ بالأجور رود بلندن. يقول فاضل الغباز، يقول سأردفتهم الكتاب شنو هذا؟ قال له يعني صدق هذا سمير الخليل كاتب عظيم، وفعلا جاي يحكي عن جمهورية الخوف بالعراق. ذاك يقول له شوية خفض صوتك لتحكي أعلى، يعني المهم. يقول فاضل الخباز افتهمت سمير الخليل جمهورية الخوف. أنا وبليجور رود سألت سمير الخليل جمهورية الخوف، اعطوني الكتاب فاشتريته، وخلال وجودي بلندن قرأته ارتعبت. يا أستاذ فايق شنو هذا سمير الخليل؟ ايش كاتب هذا عن العراق؟ قلت له احكي لي ايش كاتب. قال عن جرائم صدام، واحنا فعلا جمهورية رعب وخوف، واحنا كذا وهذا. فهذا ببالي يعني. اول ما وصلت بالاجور رود، اول كتاب تبي تقرا؟ اول كتاب ابي اقرا، فاشتريت اول كتاب جمهورية الخوف سمير الخليل. المنو سمير الخليل؟ هو كنعان مكيه، ابن منه، ابن محمد مكيه اللي عاش اكثر من 100 سنه وصاحب ديوان الكوفة، جاليري الكوفة. جبته للبيت قريته، أقرأ وضحك صحيح مرعب، بس بالنسبة إلي مو مرعب، لأن أنا شايف هذا شي يحكي. أنا شايف جثث بالشوارع، شايف قتل، شايف إعدامات، شايف قتال ويا النظام، أهلي نصهم معدومين، ما يعني لي شي الكتاب، ولا أعرف لي جفن ولا ابدا، كانما ما جاء يقرا شيء، يعني مقال بجريده. فذكرت فاضل الخباز الله يرحم، قلت يا سبحان الله حق فاضل الخباز يرتعب، لان ما شايف بعينه شنو الجرائم اللي ارتكبها صدام، يعني ما عاشها انه اهله معدومين وكذا. المهم فهذا هاي جمهوريه الخوف، وهو اول كتاب قريته في لندن. طيب سنه 94 الان
انتقلنا خلينا نقول خطوة جديدة أخرى في حياة فايق الشيخ علي. خلاص دحين أسست، وضعك العائلي مستقر، عرفت نفسك على شخصيات العراقية، بديت تكتب، صار لك سنة تعلمت لغة إنجليزية أكثر. في 94 شنو صار؟ لا والله ما تعلمت لغة إنجليزية. قلت قبل شوية أنك دخلت 3 شهور. شنو معناها أنه تعلمت؟ شو تعلمت؟ يعني على الأقل الأساسيات يعني زيادة يعني. لا أنا جاي أساسياتي أقوى بالعراق. هاي نقطة أشكرك على طرح هذا. شوف تدريس العراق السبعينات والثمانينات بالعراق شلون من يدرسوك إنجليزي ولا أي شيء، يخرجوك عبقري لأن الأساتذة محترمين مو مثل هسه. فما كنت أحتاج يعني هذا لو ما أقول لك أنا الآن يعني مثلا الأمير تشارلز باللغة الإنجليزية، لا ما أقول هيك، لا أفهم زين وأعرف أحكي مضبوط، بس أتمنى يعني من الكلام. شنو صار في 94؟ فما فادني بس هيك حياة جامعة. ها بالمناسبة ب 94 أيضا قلت هاي فرصة، ما دام خلصت كورس 3 أشهر خلي أشوف أكمل ماجستير دكتوراه. فرحت إلى سوس اللي هي جامعة لندن للدراسات الأفريقية والآسيوية واسمها سوس، وهناك تعرفت أيضا على أستاذ في الجامعة وهو موجود الآن في لبنان الدكتور شبلي الملاط، كان هناك عنده كرسي يدرس بالجامعة وهو صاحب رسالة دكتوراه عن محمد باقر الصدر، نفسه شبلي الملاط هذا، رجل مهتم بالشأن العراقي صديقي. قمت ألتقي يمه، قال لي فايق أنت نيتك تكمل دراسة؟ قلت له والله جاي أجي أشوف، أقعد بنادي الطلبة، جاي أعيش أجواء الطلبة، بس لا والله دكتور شبلي أنا أريد يعني أفضح صدام، مو ألتجي، لأن إذا دخلت بالدراسة هاي 4 سنين راح تروح على الماجستير والدكتوراه وما أفتهم شيء من العمل السياسي والإعلامي. فبس جيت أستطلع يعني. المهم طبعا أنا الآن نادم، يعني خطأ ارتكبت خطأ بحياتي، كان المفروض خلال وجودي في بريطانيا أكمل الماجستير والدكتوراه، وهو ماجستير ما عاد ومتى، خاصة إذا رسالتك مهمة رأسا على الدكتوراه. بس ما سويتها لأن التهيت بمقارعة صدام، وشنو النتيجة مقارعة صدام شنو يعني؟ ماكو خطأ، كان المفروض أدرس ما درست. زين على أي حال احنا منتصف التسعينات تقريبا 94، شو اللي تغير الحين مع فايق الشيخ علي في لندن؟ اللي تغير الآتي، بعد أن أسست هاي القاعدة من المعارف والشخصيات والكتابات بالصحافة العراقية المعارضة، قلت هاي ما تكفي، لازم أنطلق إلى الصحافة العربية العالمية، لأن إحنا حتى هاي اللحظة في عام 94 ما عندنا محطة فضائية غير بس الـ MBC، MBC تبث من لندن تابعة للسعودية، لا توجد أي محطة، لا الجزيرة، لا الـ ANN، لا المستقلة، لا 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 لا، معكم فقط محطة عربية واحدة وتبث من لندن، فإعلام فضائي ماكو، عندنا الإعلام جريدة، وأهم جريدة في العالم العربي يعني ويسموها واشنطن بوست العرب، اللي هي تصدر في لندن جريدة الحياة اللندنية تقييمي، من بعده تيجي الشرق الأوسط. صار قراري أن أكتب في جريدة الحياة. اسألني ليش راح أجاوبك ليش. بسبب علاقتك المسبقة مع السعوديين سهل لك الأمر؟ لا لا مو هذا السبب، لا ابدا، ما تدخلوا الناس بهالموضوع هذا ولا سهلوا لي الامر ولا ابدا، راح تتفاجئ الجواب نقيض هذا تماما 180 درجه. ليش؟ هل تعلم ولا احد يعلم بان جريده الحياه اسسها العراق الملكي بايام نور السعيد، وكان احد كتابها ومن المهتمين بها جدا رئيس وزراء العراق الملكي الدكتور محمد فاضل الجمالي، حشالي جمالي لاحقا عن مثل هاي المسائل عجيبة، لأنه رئيس تحريرها كان الله يرحمه كامل مروة، اللي تم اغتياله
في بيروت في مقر جريدة الحياة من قبل إبراهيم قليلات. كان إبراهيم قليلات ويا جمال عبد الناصر، دخل الكامل مروة أطلق عليه النار في جريدة الحياة في بيروت وقتله. كامل مروة كان في كتاب مذكرات وريثة العروش الأميرة بديعة، كان صديق الأمير عبد الإله ويجي بالعراق، وكان يريد كامل مروة وهو شيعي إعلامي شيعي من جنوب لبنان، يريد ذولا ألبو مروة حسين مروة واحد من أعظم الكتاب اليساريين الشيوعيين، كامل مروة واحد من أعظم الصحفيين، هذول كلهم عباقرة بهالجانب هذا. كان يريد يزاوج بين الأسر الهاشمية، أسرة المغرب ويا عمان الأردن ويا العراق ويا كذا، هالشكل يعني كانوا علاقته قوية جدا. فالعراق موله وخلاه يأسس جريدة الحياة سنة 1946. فالحياة صحيح لبنانية لكنها بالتمويل والتأسيس عراقية المال. معلومة هاي يندر انه احد يعرفها، لانه لو مو رئيس وزراء يقول لي وهو وراء الموضوع من يعرف هاي الحقيقة غائبة يعني. وسبب اللي قال لي لأنه عتبت جمالي في يوم من الأيام، قلت له تشكو تكتب في صحيفة القدس العربي هاي لأن ويا صدام ما تكتب بالحياة. قال لي ابني فايق على كيفك بالهجوم، أنت تعرف أنا مؤسس جريدة الحياة؟ قلت له لا ما أعرف. قال لي تشبيك عصبي، الحياة على إيدي أنا مؤسسها وأنا كنت أكتب بيها. مهم هاي جريدة الحياة. بس ما قالك ليش ترك الحياة؟ شيء بشيء يذكر يعني؟ قل لي أموال سعودية خليجية وذولا ضد العراق الآن، يردون تدمير العراق، فشلون تريدني أنا أكتب بجريدة تريد تدمير العراق؟ قلت له أنت؟ مو بضحك، أنا هواي أضحك وياه. قلت له صوتك شأت من أسستها إيش تدري؟ ولازم إلك واحد يحاسبك، أنت أساس الجريدة جاي تدمر العراق. قال لي لا مو لهالثخن، لطيف الجمالي الله يرحمه، بس يتقبل لأن ديمقراطي يتقبل روح النقد. المهم أحد الأصدقاء الإعلاميين في لندن قلت له شنو رأيك أهم جريدة الآن مقروءة عربية مقروءة عالميا واحد يكتب بيها؟ أنا أريد أفضح صدام، يا جريدة. قل لي الحياة. قل لي ماكو ملك أو أمير أو رئيس جمهورية أو وزير إلا والصبح جريدة الحياة على مكتبه، وطبعا بالإضافة إلى جرائد بلد الأخرى اللي هي الثانية يعني. فالحياة شوف الحياة. قلت لألما نشوف، رشح لي ثلاث أشخاص. قال لي روح للحياة. صديق إعلامي يعني مو توفى الله يرحمه، شريف الربيعي اسمه، أحد الكتاب اليساريين كان توفى. هذا صديق هواي عزيز على يسارنا، من ذكرته تأذيت يعني بعد خطية، شاب ورائع مات هيك على كل احنا نموت كل احنا على هذا الطريق. قال لي ثلاثة دول هم تقريبا يعني مسؤولين أو بيدهم القرار تقدر تكتب عندهم. واحد الأول نائب رئيس التحرير خير الله خير الله، الثاني مدير التحرير عبد الوهاب بدر خان، الثالث يحرر صفحة أفكار حازم صاغية. شوفوا أنت واحد من ذول الثلاثة ما خسران شيء. قلت له خلي أبدي بالكبير، رحت للحياة أنا وحدي، هامر سميث هم على العنوان بالاستعلامات. قلت له أرد أشوف نائب رئيس تحرير خير الله خير الله. إجاني للاستعلامات، قال لي تفضل، ماكو تفضل يمي واستقبال وكذا وهذا. قلت له استاذ خير الله أنا عراقي وضد صدام وعدي أفكار ومعلومات وكذا وأريد أكتب في جريدة الحياة. قال لي لا والله أسفين ما عندنا مكان. راح مع السلامة. أنا ظليت واقف صفنت، قلت يمكن المقدمة غلط، شلون أقول له ضد صدام؟ قد يكون هذا ويا صدام. ولاحقا اكتشفت خير الله خير الله صديق برزان التكريتي، لأن هو الوحيد بالتسعينات قدر يسوي مقابلة إعلامية صحفية ويا برزان التكريتي، وبكتاباته كلها خط العراق وخط هذا متهم
هذا رأيه. وبعدين تفاجأت إنه خير الله خير الله هنا أنا بالكويت هو أما رئيس تحرير أو مدير تحرير إحدى الجرايد الخمسة الأساسية الصادرة بالكويت. بعدين لاحقا اكتشفت طلعت صافن شنو الكويت ضد صدام، شنو واحد صديق برزان هو يحرر جريدة بالكويت. مهم هذا مو اتهام لو إهانة، خلص هو ويا صدام. بس أنا ما أتمنى أذكر أيام صدام، شوي جاي راجع نفسي، مو عيب يعني. طيب أي بس أنا غلطت يعني، ظليت واقف قلت له لأبو الاستعلامات دق لي على عبد الوهاب بدر خان، فضرب على عبد الوهاب بدر خان انجليزي اللي واقف بالاستعلامات، خطيه من صار تفجير تصوب، لانه فجروا جريده الحياه بالاستعلامات، هو هذا نفس الولد طويل هذا. قال لي انت لو تقول لي شنو تريد انا هذا مال الاستعلامات، هذا ابو الاستعلامات وهذا الانجليزي ايه موجود هذا، بس هو انتهت الان الحياه، اني ادليك بالطريق الصحيح. قلت له من الاخير؟ قال ايه من الاخير. قلت له انا ضد صدام واريد احكي بالحياه ضد صدام. قال لي بدر خان هو مدير التحرير. قلت له دق لي عليه، قلت له بس هذا شنو هذا، هذا يجي غير ما عنده خير الله خير الله، ايش بي هذا، احنا واقفين لا اسفين ما شنو، لا تفضل لا استريح لا استكان شاي شنو هذا، بس هي اخلاق ابو عداي يعني والنعم منه. المهم خابر خير الله قال له هذا شخص جاي بالاستعلامات يريد يشوفك. خابر عبد الوهاب بدر خان، طلع استاذ عبد الوهاب بدر خان اهلا وسهلا. عبد الوهاب بدر خان ثقيل جدا وحشايه وغطاها يعني مؤدب. قال لي تفضل. قلت له اريد اخذ من وقتك خمس دقائق استاذ عبد الوهاب. قال لي ايه تفضل جوا. دخلني بغرفته ويا ما قعدت قال لي شو اجيب لك شاي لو قهوه. يا شوف هذا وين لك، هاي والله عجيب غير بشر اكو. ولو سانه ما اريد اعتب يعني، لان انت ما ماخذ موعد مسبق ولا هذا يعني مو عتب، بس اقول يعني هنا اكو فرق كبير. جاب لي شاي وماي وهو همات قهوه، قعدنا نشرب. قال لي تفضل. قلت له انا فائق الشيخ علي. قال لي اقرا لك بالوفاق وبالعراق الحر، اقرا لك هذني صحافه يمه جرائدنا العراقية المعارضة تدخل إلى جرائد العربية الكبرى الشرق الأوسط، مجلة المجلة، مجلة الوسط، جريدة الحياة، جريدة القدس العربي، جريدة العرب، ذني اللي تصدر بلندن، كلهم المحررين يقرون ما تنشره المعارضة العراقية. قال لي نعم أقرأ لك أعرفك. قلت له أريد أكتب في جريدة الحياة وأنا ضد صدام، أريد أشنعه الصدام، أفضح فضيعة الذين كفر، ما أريد أروح مستاذ عبد الوهاب من الأخير، لأن أنا أعرف توجهك. هاي الإنجليزي سرب لي الطاني الكود مال عبد الوهاب بدر خان. قال قل لي من أول شنو. مهم قال زين كاتب شي هسا أنا؟ قلت له إيه كاتب حق الحياة. حق الحياة طبعا أنا رحت مستعد، خب مو رحت هيتشي يعني. كاتب أول مقال إلي في جريدة الحياة كان في شهر أوغست 94، لماذا غزا صدام الكويت، وجهة نظر جديدة، وجهة نظر خلاها عبد الوهاب بدر خان، بس أنا كاتب لماذا غزا صدام الكويت، لأن أكو كتاب قريته لماذا غزا مسلم كذا مسلم مسلم هيك مؤلف بهذا العنوان لماذا غزا صدام الكويت. المهم فأنا كان عندي وجهة نظر واقعية لأن عشتها ليش صدام غزا الكويت، فكنت كاتبها. قال لي اعطيني المقال. انطيت المقال قرأ، طول 10 دقائق يقرأ بي عبد الوهاب. قال لي عندي ملاحظة واحدة فقط، لأن أنت تكتب بصحافة عراقية معارضة، احنا الان صحيفه الحياه. قلت له نعم. قال لي بس عزز نظريتك، انت جاي تقول غزا الكويت يريد يدخل التاريخ بانه هو الحاكم العراقي الوحيد الذي استطاع ان يغزو الكويت وان يضمها الى العراق وان الى اخره. قلت له قال هاي كثف اكثر من المقدمات اللي تشرح لنا ما قيل بشان غزو الكويت، لان هاي وجهه نظرك. فاضاف
لماذا غزب؟ وجهة نظر جديدة. هو أضاف قال يشوف وجهة نظر عززها. قلت له زين بهاللحظة عززها؟ قال لي كيفك مو مهم، هذا رقم الفاكس مالتي، عززها شوية ودز لي اياها. بس هاي الكلمة قالها عبد الوهاب بدر خان، لهاي الكلمة انه عزز نظريتك. شوف شوف استاذ عمار، اللي هي حرف واحد لكن لحد الان من يشوف عبد الوهاب بدر خان اقول له اهلا استاذي، اعتبره استاذي، ما سوى لي شيء، لا علمني ولا دربني ولا خلاني اشتغل بالحياة ولا ابدا، بس قال لي هالشكل ملاحظة فهو استاذي بالاعلام. خلصت هدزت الهيئة بالفاكس، ورا يومين نشرت في صفحة قضايا في جريدة الحياة، لأن جريدة الحياة صفحات أفكار قضايا شؤون محلية دولية ما شنو لآخره، رأي اللي حررها عبد الوهاب بدر خان. إيش قل لي عبد أستاذ عبد الوهاب؟ قل لي أنت كل شهر من الآن فصاعدا ندز مقالك الوليد نويهض، لأن الطريقة أنا قال أقرأ لك يعني وأعرف شنو طريقتك. طريقتك أنت تفصيل قضية تشرحها، فما تصلح غير صفحة قضايا اللي حررها أستاذ وليد نويهض، ليست قريبة من صفحة أفكار ولا قريبة من صفحة رأي اللي أنا أحررها. فخليك طبعا هذا مدير تحرير الآن جاي يتحدى. فعلا النشرت وراء أقل الشهر بعثت مقال آخر إلى وليد نويهض نشره في شهر 10/94. صدام بدأت الآن تحركات على الكويت عسكرية، بدأ الإعلام والسياسيين ينطون مؤشرات، بس أنا عراقي ومرة قلت لك لا يوجد في الكون من يفهم صدام أكثر مني يعني عدا الله سبحانه وتعالى، فأعرف صدام هاي شهر 10/94 أعرف صدام راح يغزو الكويت مرة ثانية. تقول لي شلون؟ أنا أفهمه أي شيء يفكر بي أفهمه زين، بلا ما يقول لي واحد ولا يتعبني ولا يدارسه لبعده يفهمه من فوق دي جوا. كتبت مقال انه راح يغزو الكويت، موجود مقال راح ازودك به، انه راح يستخدم القوة العسكرية للدخول الى الكويت مرة اخرى، بس ما ارسلته بالفاكس لان ادري مستحيل ينشر بالحياة. فاخذت المقال خابرت وليد نويهض قلت له جايك، رحت الوليد قلت له وليد اقرأ هذا المقال، ما دزيت الكيا بالفاكس جبته بيدي. قرأ وليد قلي لك شو؟ قلت له شنو صدام راح يغزو الكويت؟ قلت لي وين تحكيت؟ صدام محاصر مدمر، الأمريكان موجودين، أمم متحدة، وين صدام يغزو الكويت؟ قلت له جاي أقول لك راح يغزو الكويت، انشر المقال. قال لي لا والله فاق ما نشر، طيني غير مقال أنا، طيني غير مقال أنا نشر لك يا معود اسمع كلامي. قال لا ما نشر. قال إحنا جريدة الحياة تريدنا نصير أمام العالم، ما معناه أنه مضحكة، شنو يغزو الكويت صدام الكلام هذا؟ قلت له زين خلي نعقد اتفاق أنا وياك. قال تفضل. قلت له هذا راح أعيفه هنا، أنا ما عندي نسخة ثانية، أنت عيفه بالدرج، إذا شفت حشد على الحدود وصارت ضجة عالمية تنشره، عندك أسبوع، وإذا لا مزقوا ذباب الزبالة. قال اتفقنا. فخلى المقال بالمجر ورجعت أنا للبيت. ورا 3 أيام خابرني وليد صدام حشد على الحدود، يا حشد على الحدود يريد يدخل للكويت مرة ثانية. قال لي هاي شو شنو؟ قلت لي شنو؟ قلت له قبل ما تكمل وين المقال؟ قال لي طيته جاي طبعوا لي أن باشر طالع بالعدد. قلت لي شفت حرمتني من سبق صحفي بيوم اخر. قال لي منو يلحق يكتب مقال على غزو الكويت مرة ذكي؟ ما حد يعرف بس انت، ومقالك عبارة عن نص صفحة، تنطيني الحياة نصف صفحة.
تخيل جريدة الحياة إلي نصف صفحة أكتب بيها شهريا مقال، بعدين صار بالشهر مقالين، واحد في صفحة قضايا وواحد ربع صفحة في صفحة أفكار الحازم صاغية لاحقا بوجود شريف الربيعي الله يرحمه، لأن قال له حازم بعض الأحيان فائق عنده أفكار مو قضايا مثلا، قال له خلي يرسل لي. فالمهم قمنا ننشر أيضا في صفحة أفكار، من هنا بدأت الانطلاقة في واحدة من أهم الصحف العربية، صحيفة كبيرة أعتز بها، واستمريت أرسل مقالاتي إلها حتى عام 2000، من 94 حتى عام 2000 بشكل مستمر لم أنقطع. تحدثت عن مغامرة كان سيقوم بها النظام الإعلامي، أعطينا تفاصيل الذي تحدثت عنه في وقت سابق من محاولة دخول الكويت مرة أخرى وربما السعودية. الكويت في شهر العاشر 94 كان قرار دخل في دخول الكويت والمنطقة الشرقية بالنسبة 94. أنا كنت قائد فرقة المدينة المنورة حرس الجمهور، وكان هنالك رأي من القيادة أنه استعادة الكويت مرة أخرى، وكان ثاني أقدم قائد فرقة 94 تستعيدون الكويت في شهر التاسع 94، بعث علي الرئيس صدام حسين وناقشنا الموضوع وجاوبت بكل صراحة نحن لا نتمكن من تسهيل هذه المنطقة. الأمر في التحشد، فيما بعد نفذ الأمر في التحشد. يجب أن يفهم العراق بأن الكويت جميعا رجالا ونساء شيوخا وشبابا اتفقوا على كلمة واحدة، الموت من أجل الكويت. وفي هذا التاريخ من العام 1994 صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 949 بالاجتماع بإدانة تحريك الحشود العسكرية العراقية باتجاه الحدود الكويتية، وطالب القرار بانسحاب فوري وكامل لجميع الوحدات العسكرية إلى مواقعها الأصلية. طيب موضوع أيضا مهم بحاول أن أعرج عليه بشكل سريع، يعني موضوع الإعلام العربي في بريطانيا تحديدا وفيما يخص العراق، يعني أنا اللي يهمني الآن بما أن فايق الشيخ علي معاي فيما يخص العراق، المعارضة العراقية كانت موجودة ونشطة في لندن، وأيضا المؤيدين لصدام حسين ونظام صدام حسين أيضا كانوا موجودين في لندن ونشطين، وأيضا عندهم وسائل إعلام تعبر عنهم. الصراع، إن صح التعبير مجازا إذا استخدمنا كلمة صراع، إعلامي بين الجناحين، عطني بعض الشواهد عليه. أكيد صارت مماحكات، صار أكو بعض النقاشات المحتدمة بينك وبين بعض يعني تمساع في سياق الكلام، قلت في سياق الكلام، يعني أنا إذا ألقط كلمتك اللي قلت مثلاً على سبيل المثال، أنت قلت القدس العربي كانت مع صدام والحياة ما كانت مع صدام. أي أنا الآن أقسم لك شنو الإعلام كان في ذلك الوقت. 4 صحف تصدر يومياً عربية في لندن، لاحقا الوطن صارت عندها طبعة في لندن لاحقا بعدين، لكن ما تحسب من الصحف الصادرة في لندن. الصحف هي الحياة، الشرق الأوسط، وهاتان الصحيفتان ضد صدام، ثم القدس والعرب، وهاتان الصحيفتان مع صدام. القدس يرأس تحريرها عبد الباري عطوان، وهو الرجل أفكاره معروفة، والعرب ليبي أحمد الصالحين الهوني، وكان هذا مع معمر القذافي ومع صدام حسين. فكل مسائل وأخبار العراق وصدام وكذا تنشر من وجهة نظر هذني الصحيفتين اللي هي القدس والعرب يعني. فرأي صدام موجود في لندن من خلال هاتين الصحيفتين، والرأي المعارض أزيد شيء شوفه في جريدة الحياة. طبعا بالمناسبة حتى
تعرف والعراقيين يعرفون والعالم يعرف انه اني حسد كثيرا من قبل الكتاب والاعلاميين انه كيف جريدة الحياة تعطي نصف صفحة الفائق الشيخ علي يكتب مقالات مستمرة لم تنقطع واحنا كتاب ومعروفين وكذا وان سنين واقدم منا وموجودين بالساحة البريطانية شو ما تنطينا الحياة ولا سطر ولا عمود حتى نكتب. فهذا هاي عرضتني إلى كثير من المهم. فكانت هذه الآراء. أما على صعيد المجلات، على صعيد المجلات أكثر مجلة كانت موجودة في لندن مجلة المجلة ومجلة مجلة المجلة وهي الشرق الأوسط، مجلة الوسط مع الحياة، وأني أكتب في بعض الأحيان يعني خاصة بالوسط إجراء بعض المقابلات كذا أكتب. أما المجلات التي كانت تصدر في الثمانينات في لندن وباريس مثل الوطن العربي، كل العرب، التضامن، المعروف شنو ذني تابعات الصدام، ذني توقفاً بعد غزو الكويت ما عدا بعد صدام يمول مو مثل أول بالثمانينات يصرف الملايين ولا يدير بال. يعني رئيس تحرير إحدى المجلات يشتري له شقة بلندن أو باريس صدام ما لها قيمة يعني يصرف أموال العراق صارت معه أي شقة قاد يعني يعني أمير اسكندر مبلغ لا بأس به، الرجل أخذ تأليف كتاب صدام مناضلا ومفكرا، وفؤاد مطر معروف تمويله من قبل صدام مبلغ لا بأس به، وحسن العلوي كتب أخذ شقة يعني فؤاد مطر اللي هو أصدر مجلة التضامن وأصدر كتاب عن صدام حسين حياته زين حشيناه مرة من أنا بعد الحلقات. فمثل هذولا يعني إعلام باريس كان ويا هي فرنسا ويا صدام، فرنسا سياستها الاشتراكية وكانت مع صدام بخلاف بريطانيا الوضع بها يختلف. فهذا ها. والمعارضة العراقية أكثر من صحيفة تصدر للمعارضة العراقية يعني الليبرالية سعد جبر عدة صحيفة، المؤتمر الوطني أحمد الشلبي عدة صحيفة، المؤتمر وفاق صلاح عمر علي عدة صحيفة الوفاق، وفاق أياد علاوي عدة صحيفة بغداد، الإسلاميين دار الإسلام الصدر حزب الدعوة الإسلامية عندهم صحيفة، المجلس الأعلى ما عدة صحيفة بلندن، عدة صحيفة في سوريا نداء الرافدين، وعدة صحافة في إيران ويجن إلى لندن أيضا. فكل المعارضة تقريبا يعني بأطيافها عندها صحافة، إلا القوميين يعني كانوا هم الأضعف، يبدو أنه تمويل ما عندهم في ذلك الوقت. أما الصحافة المرئية ماكو، لأنه بس محطة الام بي سي لاحقا في عام 96 الجزيرة، لا قبل الجزيرة الاي ان ان اللي تابع رفعة الأسد، ثم الجزيرة وراء بأشهر الجزيرة ثم المستقلة. إذاعي كانت إذاعة كل العرب اللي يديرها الدكتور نجم عبد الكريم الله يذكره بالخير، كانت صوت للمعارضة العراقية. والحقيقة دكتور نجم انظلم مثل ما انظلم سامي فرج علي، شلون ذاك أقدم معارض في تاريخ المعارضة العراقية لنظام صدام والكل يعني تخلى عنه وتنكر لدوره العظيم في مقارعة البعث والدكتاتورية، كذلك دكتور نجم يعني مارس دورا في التسعينات في لندن من خلال هاي الإذاعة دورا عظيما في تثقيف الناس، لأن لا تنسى أهل لندن من العرب والعراقيين، ماكو يعني لو يشوف التلفزيون البريطاني اللي هن المحطات الأربعة طبعا ام بي سي إلا اللي عنده ستلايت بداخل البيت، والبريطانيين بالبداية منعوا الستلايتات هذا الدش تخلي برا، وين تخلي منعوا الكونسل يعني في أغلب لندن وبريطانيا مانعين، فما عندك غير أنت تلجأ إلى الإذاعة. من يبدي دكتور نجم بثمانية أو بالتسعة مساء للوحدة بالليل، أربع ساعات هو كان يبث يوميا وهو يتواجد بالإذاعة ويقدم برامج،
كلها ضيوف محترمين كبار، كل زائر إلى لندن عربي عراقي كذا يعمل معه مقابلة، طرح نجم طرح إذاعي وهو محترف وإعلامي، والدكتور نجم عبد الكريم معروف يعني مخرج تلفزيوني وسينمائي وهو أستاذ وإعلامي محترف وقدير ويعني عنده مواصفات كثيرة. هو صار كويتي بس أصله يعني عراقي من جذور عراقي. استضفناه في الصندوق الأسود، استضفناه واستمتعنا بالمقابلات وكشف الكثير من الأسرار فيها. يعني هذا دور دكتور نجم، وأيضا تنكر له الجميع لاحقا يعني لا العراق ولا غير. يعني عندما يجيني الجعفري، وعندما يجيني جماعة حزب الدعوة، وعندما يجيني إياد علاوي، وعندما يجيني وأأخذ منهم سعد صالح جبور رجل فاضل رحمة الله عليه، عندما يأتون إلى هذه الإذاعة، مش دائما طبعا، أنا موسع أوقاتي، هي أربع ساعات، أنا حتى الأغاني أحطها ربع الأغنية، ما أعطي الأغنية، وأحط فيها فن وشعر وأدب وسياسة وثقافة، يعني ماني مخليها مسألة، لا لا لا، عملت فيها حالة تنوع بحيث تسمع. ولذلك تجد الجالية العربية في لندن كلها تقريبا إذا لم يكن الغالبية منها تستمع إلى هذه الإذاعة. كنت أنا أتفاهم مع إدارة سبكتروم ككل إني أشتري 24 ساعة لكي تكون إذاعة عربية. وقام سعد صالح جبر رحمه الله بحملة من التبرعات من العراقيين الأثرياء أن تكون إذاعة عربية فيها يعني لقضايانا العربية. طلبوا 600,000 باوند، كاد أن يجمع المبلغ، وتفاوضت معهم وكادوا أن يقبلوا بهذا المبلغ، وكنا بين أخذ وجد. تكون 24 ساعة عربية، وبالفعل كنت سأكون سعيدا فيها لأن كان لها مستمعين. هناك من حسس من هذا الموقف أن هذا اللي فاتح المعارضة على مصراعيها بكرة لما تصير 24 ساعة قد يسمح لكل من هب ودب، فاشتريت السبكتروم ب3,000,000 باوند، وطلب إلي أن أكون مطيعا للمالكين الجدد، لا تسألني من هم بليز، والمالكين الجدد قلبوها إلى هشك بشك وانتهت الإذاعة. طيب أستاذ فايق، أنا يعني هذه يمكن أبرز المحطات لك، يعني نشاطك كان مرتكز أكثر في الجانب الإعلامي، وكان كله تحديدا باتجاه موصلتك كانت باتجاه صدام حسين في ذلك الوقت. لكن أنا أيضا أبي يعني أنتهز فرصة وجودك نستعرض بعض المحطات لنشاط المعارضة العراقية في فترة التسعينات قبل أن نصل إلى إسقاط صدام حسين سنة 2003، وبعض بعض الأنشطة قد يكون لك دور فيها، وبعض الأنشطة قد يعني قرأت عنها لاحقا أو عندك بعض المعلومات التي تؤكدها أو تنفيها. راح أبدأ أول شيء من سنة 90. سنة 90 أنت كتبت ذات مرة أن انشطر الوفاق الوطني الذي أسسته المملكة العربية السعودية في الرياض عام 90 إلى وفاقين، إحداهما شيعي والآخر سني، بينما ضربت الولايات المتحدة صديقها وحليفها عميد المعارضة العراقية الأستاذ سعد صالح جبر، ولم تلتفت إليه ولم تشركه معها في مشروعها الجديد الذي يتعارض مع مشروع سعد. شنو اللي صار هني؟ وكلمني عن موضوع الوفاق الوطني اللي أسسته المملكة العربية السعودية. السعودية كانت تريد مثل ما إيران مؤسسة المجلس الإسلامي الأعلى وهو خيمة لكل الإسلاميين المعارضين العراقيين، ومثل ما سوريا يتواجد بها مختلف الأحزاب الإسلامية والقومية والشيوعية والكردية مأوى للأحزاب ومقراتها، يعني لأن معروف مثل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني اللي أسسه جلال طلباني أسسه بسوريا عام 1975، يعني هكذا كان. أيضا السعودية رادت يكون لها ثقل سياسي أو جناح حزبي للعراقيين، فجاءت بصلاح عمر علي التكريتي والدكتور أياد هاشم علاوي
وشخصيات آخرين من القوميين والبعثيين السابقين وجمعتهم وسوت لهم الوفاق. بس مشكلة الوفاق ليس مشكلة الوفاق لوحده، وإنما كل مشاكل الأحزاب والمعارضات والكذا. الزعامة، الزعامة من يصير زعيم؟ أياد علاوي يريد يصير زعيم، صلاح عمر العلي يريد هو الزعيم. من ناحية حزبية صلاح عمر علي التكريتي أقدم من أياد علاوي بالحزب وأعلى درجة، لأن ما ننسى صلاح عضو قيادة قطرية يعني من القيادة، أياد لا أقل بحزب البعث. فصار خلاف بينهم، صار خلاف على الزعامة، منه الأمين العام أو الرئيس أو الشخص الأول في الحركة، فما اتفق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أياد علاوي متجه أمريكا وسي آي أي وعدة تنسيق وترتيب ويا الأمريكان. صلاح عمر العلي توجه عروبي سعودي مو ويا الأمريكان، فهنا عامل آخر يعني أدى إلى الانشقاق، فانشق الوفاق. صلاح عمر العلي احتفظ باسم الوفاق كصحيفة، وأياد علاوي احتفظ باسم الوفاق كحركة وأصدر بغداد. السعودية تمول صلاح عمر علي، تموله شهريا، تبعث له أموال يعني، ويصدر الصحيفة ويعطي رواتب للعاملين معه. وأياد علاوي أمريكا تموله، وأياد حاجيها 20 مرة يعني، قال إحنا متعاملين ويا 13 أو 17 جهاز استخباري بالعالم يعني، هو قايل معترفة. فالأمريكان هم يمولون حركة الوفاق، أمريكا. من انشق صلاح أغلب اللي كانوا ويا صلاح شيعة، هاي نقطة مهمة يعني، بس هو الرأس هو سني تكريتي، بس أغلب اللي كانوا شيعة. ولاحقا في داخل وفاق صلاح حصلت انشقاقات، وفي داخل وفاق أياد علاوي الحركة حصلت انشقاقات وتمزق، لأنه ذاك أيضا أخذ شخصيات وقيادات. واحد من الشخصيات اللي راح ويا دكتور أياد علاوي اللي هو الدكتور تحسين معلة. من هو تحسين معلة؟ تحسين معلة بيوم اللي طلع صدام حسين بالـ59 يحمي جماعة عبد الوهاب الغريري وسليم الزيبق والآخرين اللي رادوا يختالون عبد الكريم قاسم، ثم اجت طلقة من شرطي المرور صدام حسين برجله، فاللي عالجه هو الدكتور تحسين معلة لأنه بعثي، هو اللي عالج صدام حسين، فبعثي بالـ59 قبل الـ59، وكان هم عميد كلية الطب أيضا دكتور تحسين الله يرحمه توفى لاحق. فدكتور تحسين والعميد توفيق الياسري الله يرحمه سيادة مشكلة ياهل الذكرى كلهم ماتوا، جاي يموتون أما جاي يموتون أو ماتوا قريبا أو ماتوا قبل سنين. المهم هذول صاروا، وعلي الزبيدي رئيس تحرير لا العفو، الآن أنا جاي أحكي عن أياد علاوي اللي هو الدكتور تحسين معلة مع ومعاذ شو اسمه عبد الرحيم أقدم بعثي بالعراق، معاذ عبد الرحيم أقدم بعثي من أهل الناصرية في العراق، هذا مع أياد علاوي وأيضا أشخاص آخرين.
وقلت لك انشقاقات حصلت عند اياد علاوي، طلعوا لاحقا معاذ وتحسين معلة والاخرين وكذا، حتى توفيق الياسري طلع وسوى حركة مستقلة في التسعينات اسمها الائتلاف الوطني، وايضا جماعة صلاح عمر العلي يوميا ايضا طالعين من عدة، وتفتتت الحركات، بس بقت الجرائد تصدر صامدة يعني، والكتاب اللي يكتبون بيها، والتخصيصات على حق وقدر الجرائد الصادرة. ما قدرت السعودية تسوي أو تعمل يعني أحزاب عراقية معارضة وتخلق من عندهم قيادة حقيقية بسبب خلافاتهم على الزعامة، بالخلافات، ويعني هي هاي الأسباب اللي أدت وعرقلت كل الجهود، لأنه خلافات عن الزعامة أيضا كانت في إيران، وخلافات على الزعامة أيضا كانت في سوريا، في كل دول، وفي بريطانيا واحد من ضحايا الخلافات عن الزعامة اللي هو سعد صالح جبر. سعد ما له علاقة بالوفاق، وإنما له علاقة بحركته اللي هو المجلس العراقي الحر، لأنه أيضا كان مدعوم من قبل السعودية. السعودية ولا أمريكا؟ السعودية.